طيب خلونا بقى نروح لمقر النادي الاهلي في الجزيره مع الزميل العزيز مراسلنا مينا ماهر عشان نعرف منه ايه الاجواء وتحديدا اجواء الاحتفال برابع ايام عيد الاضحى المبارك، وبالمره نعرف منه ايه اخبار استئناف التدريبات، ايه الجديد في هذا الموضوع. مينا صباح الفل عليك وكل سنه وانت طيب. صباح الخير يا كريم وصباح الفل يا نواند وصباح الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعيد عليكم كل سنه وانتم طيبين، بعيد على كل في الاستوديو وعلى كل مشاهدي القناه، كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله سنه سعيده علينا جميعا بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. صباح الخير يا مينا، بس انا عندي يعني ملاحظه، انت لبست نظاره امتى؟ انت ما كنتش لابس نظاره نظر يا مينا، اللي جرالك نظر ضعف من حلقتين بس يعني تجديد كده، حلقتين معانا تلبس نظاره نظر، هو تغيير حلقتين كل يوم في جديد ان شاء الله. ربنا معانا يا مينا، اتفضل. ايه الاجواء الموجوده عندك في النادي يا مينا؟ الاجواء هنا يعني الاجواء هنا رابع يوم العيد، يعني الاعضاء بداوا يتوافدوا لمقر النادي، الناس متعوده تنزل تجري تلف التراك تجري في الملعب، الناس متعوده تمارس رياضه، العيد ما منعهمش، ده بالعكس العيد يعني حمسهم اكتر. الجو في العيد طبعا انتوا عارفين بيبقى مختلف، بيصحوا الصبح بدري بينزلوا يتمرنوا مع العيد، الاولاد اجواء عائليه يعني اجازات، الجو جميل بصراحه في النادي، يمكن درجه الحراره مساعده شويه النهارده، حر طبعا بس مش زي الايام اللي فاتت. طب وبالنسبه لمساله استئناف التدريبات، ايه الاخبار المتعلقه بالنقطه دي؟ امبارح فريق الاول لكره القدم رجع التدريبات من جديد، مفيش وقت يعني حتى الجهاز الفني ادى اجازه او راحه تقريبا يوم واحد، مفيش وقت خالص يضيع، ده بس مش لكره القدم، لجميع الرياضات. كره القدم عندنا مباراه مهمه في خلال اسبوع مع فريق انبي، فخلاص بنستعد، بعدها هندخل في دوامه المباريات وهندخل في بطوله افريقيا. الحال ده مش بس الفريق كوره، ده الجميع الالعاب الرياضيه في النادي، التدريبات شغاله خلاص، مفيش تاجيل، مفيش يعني راحه، كله ماشي تمام، بنستعد لموسم جديد ان شاء الله، تكمله موسم، وبنستعد كمان للموسم الجديد. جميل، سعداء بالتواصل معاك، كل سنه وانت طيب وصباح الفل عليك، وعايز اكد لك نظارتك الجديده جميله عليك، الف مبروك، وروح بقى للعزيزه نهوان.